البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة بموضوعية. مجموعة من التحديات واجهت سلاسل الإمداد في المنطقة والعالم في ظل تفشي فيروس كورونا، وتسببت الجائحة باضطرابات كبيرة في هذه السلاسل بسبب القيود التي فرضت على خدمات النقل والشحن في مختلف أنحاء العالم، ليصبح قطاع النقل والشحن البحري من أولى القطاعات المتضررة والمعرضة لخسائر تشغيلية في ظل وقوف آلاف السفن حول العالم في الموانئ التي تنتظر الإفراج عنها لتعبر البحار والمحيطات والوصول إلى وجهاتها وتفريغ بضاعتها. لكن هل اختلف المشهد في الموانئ السعودية؟ هذا ما سنعرفه اليوم في حديثنا مع المهندس سعد بن عبد العزيز الخلبة، رئيس هيئة الموانئ السعودية. أهلا بك معنا مهندس سعد، وشكرا على وجودك. إلى أي مدى اختلف المشهد بعد هذه الجائحة التي طالت كل موانئ العالم وتوقفت فيها سلاسل الإمداد؟ كيف كانت الحركة التجارية لديكم وعمليات الاستيراد والتصدير منذ بدء الأزمة؟ في البداية أحب أرحب بكم وبالمشاهدين الكرام وأشكركم على هذا اللقاء. مثل ما ذكرتي أختي الكريمة أن الجائحة أثرت على اقتصاديات العالم بشكل عام واقتصاديات المنطقة، وأثرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بنفس الوقت. كانت حماية الإنسان هدفنا الأول في المملكة، كما ذكر مولاي خادم الحرمين الشريفين أن الإنسان أولا، فلهذا بدأنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية في موانئنا للحفاظ على جميع العاملين في الموانئ والمشغلين خلال الفترة هذه الجائحة، والتي مكنتنا والحمد لله للوصول إلى استمرارية الأعمال والوصول إلى المعدلات التشغيلية التي هي نفس المعدلات التشغيلية السابقة. وأعتقد أن أفضل شيء في هذه الجواب للسؤال هذا هي لغة الأرقام. فالطنيات إلى نهاية شهر مايو وصلت أكثر من 122 مليون طن، بما في ذلك ناولنا أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية خلال الفترة هذه. وخلال شهر مايو بالأخص تم وصلنا إلى 28 مليون طن، وهي تعادل 6% أعلى من الطنيات في شهر مايو 2019. بالإضافة إلى أن زيادة على هذه الأرقام حاويات المسافنة الترانشيبمنت التي تمر ترانزيت في موانئنا زادت من بداية العام إلى الآن بنسبة تزيد عن 2.35%، لتصل تقريبا إلى 950 مليون حاوية قياسية. من ناحية تجارية استمر تدفق السلع بجميع أنواعها. على سبيل المثال ولا الحصر، وصل عدد السيارات المستوردة في المملكة إلى أكثر من 360 ألف سيارة خلال هذه الفترة، وهي تمثل زيادة بنسبة 27% من العام الماضي من نفس الفترة. هذه من ناحية الأرقام الصادرة، من ناحية الأرقام التشغيلية. لكن أحب أذكر رقم مهم جدا، أن خلال الجائحة تم تمديد فترة مكوث البضائع والمجانية والحاويات إلى 10 أيام، والحمد لله خلال هذه الفترة حتى التجار لم يستخدموا العشر أيام، وصلت إلى 7، معدل عندنا أقل من 7 أيام، وهذا يدل على سلاسل الإمداد في المملكة والحمد لله. طيب، يعني أرقام ملفتة بصراحة مهندس سعد، لكن يمكن السؤال كيف استطعتم تحقيق ذلك رغم الجائحة؟ هل في كان تحويل لمسارات السفن بالفترة الماضية، أو اضطريتوا لعملية تحويل بعض المسارات للوصول إلى الموانئ السعودية؟ طبعا لا يخفيك أن السفن تأتي حسب العرض والطلب. القوة الاقتصادية الجاذبة للمملكة العربية السعودية وموقعها الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر والخليج العربي دعم قوتنا لجذب هذه السفن.
معدل السفن لم يختلف، العكس زاد مثل ما ذكرت لك ان المساكنه زادت 2% خلال الفتره، وزادت بمعدل تقريبا 8% خلال شهر مايو، لان موانئ المملكه العربيه السعوديه استمرت بالعمل بكامل بطاقتها الاستيعابيه وكفاءتها والحمد لله. نعم، ذكرت الرقم المهم وهو تمديد فترة المكوث يعني 10 أيام، لكن هل الرسوم أيضا تم تخفيضها بهذه الفترة مهندس سعد بالنسبة للسفن ولا حتى البضائع؟ لم يتم تخفيضها، لأن الرسوم هي ليست الجاذب الأساسي للمناولة، الجاذب الأساسي هي القوة الاقتصادية وكفاءة الموانئ. فخلال الفترة هذه الحمد لله أثبتنا أن موانئ تعمل بكفاءة من غير لم تتأثر بالجائحة، وأخذنا جميع الاحتياطات الصحية اللازمة للحفاظ على منع انتشار أو دخول المرض والحفاظ على أرواح الذين يعملون في الموانئ. اللي قمنا بعدة إجراءات، من أهمها اللي هي إعادة هيكلة الإجراءات وإعادة هندسة الإجراءات التي تخدم سفن المسافنة، وتقليل فترة بقاء السفينة من دخولها إلى خروجها بزيادة الكفاءة الفعالية، بالاشتراك مع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهذه من ساعدت في جذب السفن والبضائع للمملكة العربية السعودية والحمد لله. نعم، زيادة السيارات التي تحدثت عنها مهندس سعد يعني 27% كزيادة رغم الأزمة، اليوم برأيك هل سنشهد فيها تراجع يعني بحكم أيضا دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ من بداية شهر يوليو؟ هل برأيك سيؤثر ذلك على عمليات الاستيراد؟ طبعا هي في ضريبة القيمة المضافة يمكن لها تأثير مباشر أو غير مباشر، لكن هي عادة في النصف الأول من السنة يكون الطلب للسيارات، لأن تكون موديلات السنة هذه تكون جديدة ويكون الطلب على القوة الشرائية كبيرة. ولا ننسى أن ميناء موانئنا ومنهم ميناء جدة الإسلامي يستخدم لتجارة ترانزيت للسيارات، بعض السيارات التي تطلب للدول مثل دول أفريقيا أو شرق أفريقيا يتم تنزيلها في ميناء جدة الإسلامي وإعادة تحميلها وشحنها إلى الدول المجاورة. في وجهة نظري إن شاء الله نكمل السنة على زيادة إجمالية إن شاء الله بالسيارات بإذن الله. نعم، طيب كنتم أطلقتم مؤخرا أيضا نظام إدارة الشاحنات للتصدير بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، كان عبر منصة فسح مهندس سعد، يعني أدي حجم الشحنات اللي تم تسجيلها عبر هذه المنصة وأدي اليوم في إقبال واضح يعني برأيكم عبر منصة فسح؟ طبعا هذا نظام ممارس بافضل الموانئ العالميه، واحنا ان شاء الله يتم تطبيقه بجميع موانئنا، وكانت فتره التجربه في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. الهدف الرئيسي من النظام هو تخفيض التكلفه من المباشره على الناقل والمصدر والمستورد، وذلك من خلال زيادة الفعالية. على سبيل المثال الحصر، أن الشاحنة كانت تأخذ 3 ساعات أو أكثر في الميناء انتظار، بوجود هذا النظام وصلنا إلى أقل من 20 دقيقة ومعدل يمكن 25 إلى 30 دقيقة، ففي توفير 2.5 ساعات في الشاحنة، في بإمكان الشاحنة تقوم بأكثر من نقلة في اليوم الواحد. بالنسبة للأرقام، بدأنا تطبيقها قبل كم شهر بالنسبة للوارد، ومعدل الشاحنات التي تستخدم النظام بين 2500 إلى 3000 شاحنة، وطبقناها بالنسبة للصادر خلال الأسابيع الماضية ووصلت 800 شاحنة، تقريبا 4000 شاحنة تستخدم النظام يوميا بكل انتظام والحمد لله. بس تخفيض التكاليف يعني بقدي عبر المنصة عم بيكون سيد سعد عادة؟ يعني قديش نسبة التخفيض عن الـ 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 الأمور العادية أو المرور العادي؟ طيب هو بالفعل يخفض التكاليف، لانه يخفض الوقت لانتظار الشاحنه. احنا خفضنا اكثر من 2.5 ساعات اليوم انتظار لكل شاحنه في الميناء، فيتم اعاده استخدام الشاحنه في الاوقات الاخرى، فيؤدي الى تخفيض التكاليف. على سبيل المثال الحصر، الشاحنه تستطيع تعمل نقلتين في اليوم في الايام العاديه، الان وصلنا الى 4 نقلات، وصلنا بعض عملائنا الذين لديهم كفاءه عاليه الى 8 نقلات في اليوم الواحد بين نقلتين باليوم، ف
فمن هنا زيادة استخدام الشاحنات، يتم تخفيض التكاليف على المصدرين والمستوردين والناقلين. نعم، أرجو أن تبقى معنا مهندس سعد. سنتحدث أيضا عن مواجهة فيروس كورونا بإطلاق العديد من الخطوط الملاحية خلال عام 2020 لهيئة الموانئ، سنتعرف عليها بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نستكمل الحديث بموضوعية اليوم مع المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب رئيس هيئة الموانئ السعودية في ظل أزمة كورونا. أحييك من جديد مهندس سعد. قبل ما ننتقل للخطوط الملاحية ومواجهة كورونا عبر هذه الخطوط، دعني أتساءل اليوم، يعني كيف يمكن أن نقيم استمرار العلاقة ما بين هيئة الموانئ والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بحكم أنه العديد من القطاع الخاص اليوم عم بيعاني، عم بيتضرر يمكن من جائحة كورونا بارتفاع التكاليف، بتدبير ربما حتى العاملين لديه. اليوم ما هو يعني تصنيف العلاقة ما بينكم وبينهم؟ طبعا هذا سؤال جيد، وبالعكس انه هو سؤال بصميم عملنا. نعمل احنا باسلوب تجاري. علاقتنا مع القطاع الخاص علاقة وطيدة امتدت من اكثر من 20 سنة، ابتدأنا في عقود الاسناد والتشغيل للقطاع الخاص عام 1998 ميلادي، وتم تطوير هذه العقود التخصيص عام 2019 العام، وممكن أذكر بعضها إن شاء الله خلال الحديث. فالقطاع الخاص هو شريك النجاح، هم المشغلين للموانئ من خلال عقود إسناد وتشغيل، وهم يتعاملون وإحنا نتعامل مع المستوردين والمستوردين والمصدرين عن طريق المشغلين. يوجد لدينا استثمارات من القطاع الخاص تفوق ال 55% إلى نهاية العام الماضي، ونطمح رفعها إلى إن شاء الله إلى 90% في عام 2030. نعم. والشق الثاني من السؤال أن كيف علاقتنا؟ علاقتنا وطيدة، إحنا نعقد ورش مستمرة مع القطاع الخاص. جميع فئاتهم سواء هم مستثمرين في الموانئ أو مستخدمين الموانئ، وناخذ آرائهم كيف نستطيع أن نطور في الخدمات ويستفيدون من البنية التحتية اللي موجودة في الموانئ والاستفادة القصوى من البنية التحتية الموجودة في الموانئ. والحمد لله أن كثير من الملاحظات التي تم أخذها من القطاع الخاص تم تطبيقها، وأخيرا أن كان في ملاحظات تطوير قطاع الوكلاء الملاحيين، استفدنا من الورش اللي قمناها مع القطاع الخاص وعرضناها على مجلس إدارة الموانئ برئاسة معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووافق المجلس ونحن في الإجراءات النظامية للانتهاء منها لتسهيل عمل الوكلاء الملاحيين مع التجار والمستوردين والمصدرين. نعم، في مطالبات أخرى يعني من القطاع الخاص اليوم ضمن هذه، بما أنه عم تاخذوا رأيهم يعني مهندس سعد، وين أبرز التحديات اللي عم بيواجهوها اليوم بقطاع التشغيل والتخزين والعمل بالموانئ؟ يعني هل في ملاحظات من هذا النوع عم بتقدم لكم؟ بالفعل أن الملاحظات مستمرة، وهي من أهمها أن كيف تفعيل الموانئ كمنصة لوجستية، ليس فقط نفعل الميناء كمنطقة دخول وخروج البضائع. ونحن نعمل الحين في دراسات مع الأخوان في القطاع الخاص وشركائنا المستثمرين كيف تفعيل المناطق اللوجستية. يوجد لدينا منطقتين لوجستية، واحدة في ميناء جدة وميناء الدمام، لكنها أعتقد أنها لا تكفي بغرض طلب السوق. فإحنا الآن نعمل دراسات مستفيضة للتوسع في المناطق اللوجستية ومناطق إعادة التصدير البوندد زونز، نعمل عليها
ويمكن تسمحي لي أذكر هنا أحد المنجزات اللي تمت خلال كورونا بالتعاون مع الزملاء الأخوان في هيئة العامة للجمارك وهيئة الطيران المدني. بدينا نعمل بوندد كوريدورز يسمونها، اللي هي تربط البضائع اللي تأتي من البحر وتصدر عن طريق الجو إلى وتوزع عن طريق الجو إلى دول أخرى. فبدأنا وهذه من الأفكار التي نعمل عليها، وتم عمل مش عمل تجارب بالفعل، بدأت العمل في ميناء جدة وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام. طيب ماذا عن حجم التراخيص يعني التي تم إصدارها من الهيئة حتى الآن يعني 2020، وقديه متوقعين زيادة لعدد التراخيص؟ هل ستتأثر الأعداد يعني بأزمة كورونا مهندس سعد؟ طبعا يمكن الجواب بطريقة أخرى، أن احنا نتكلم على النوعية وليس العدد. عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للموانئ تفوق 155 ترخيص حاليا لوكلاء ملاحيين ومزودين للسفن ما عدا الوقود، مزودين في الأطعمة وأي مستلزمات أخرى. اللي نفتخر فيه أن خلال 2019 و2020 استطعنا جذب 9 مستثمرين أجنبي للعمل في المملكة العربية السعودية، منهم من أكبر المشغلين الخطوط الملاحية في العالم، وهذا إن شاء الله سوف يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لكل عملائهم من مستوردين ومصدرين. أعتقد التراخيص ليس هدف الزيادة، الهدف هي نوعية الخدمة، فإحنا رخصنا للجميع وأبوابنا مفتوحة للمستثمرين سواء هم محليين أو مستثمرين أجانب للتقديم على التراخيص هذا، وإن شاء الله نرى زيادة. لحتى الآن ما شاهدنا مراكز عالمية للتزود بالوقود، في خطة يمكن مهندس سعد يعني حول هذا الموضوع لاستحداث مراكز عالمية للتزود بالوقود، أو وين واصلين بهذا الموضوع؟ طبعا في موانئنا تزود في الوقود، او موانئ تزود في الوقود عن طريق المرخصين من وزارة الطاقة في 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 موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي، واهمها ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء جدة الإسلامي. نطمح الى ان نكون محطة رائدة للتزويد في الوقود، وتوجد دراسات الان ان شاء الله في المستقبل ترى النور القريب إن شاء الله، كيف نستطيع الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي على البحر الأحمر والزيادة والتوسع في هذه الخدمة للمستفيدين من شركات النقل البحري. طيب ننتقل للخطوط الملاحية، هذا الخط الرابع ملاحيا يعني خلال 2020، ميناء جبل علي بدولة الإمارات والعين السخنة بجمهورية مصر العربية بواسطة يعني ميناء جدة الإسلامي، يعني كيف سيخدم أيضا حركة الموانئ والسفن هذا الخط الملاحي مهندس سعد، وأداء أهميته اليوم بالنسبة لإطلاقه بهذا التوقيت؟ سؤال جيد أخت ميساء. أنا أطلقنا الأربع خطوط ملاحية خلال جائحة كورونا، وهذا يدل والحمد لله على 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 القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ويدل على كفاءة الموانئ السعودية، ويدل على أن موقعنا الاستراتيجي الذي يربط مناطق الجوار إقليميا وعالميا. الميناء وأهمية الخطوط الملاحية هذه هي تكون تسمى الخطوط المنتظمة. عندما تكون لدينا خطوط منتظمة في الموانئ، يسهل على المستورد والمصدر جدولة تصدير واستيراد البضائع. أهمية الخط هذا هو إن شاء الله عمل خط مباشر إضافي بينه وبين جمهورية مصر والإمارات في جبل علي، بالإضافة إلى حيساعد يرفع إن شاء الله من كفاءة المسافنة بين الموانئ الثلاثة في المنطقة، ويساعدنا إن شاء الله في رفع الطاقة
الثروبوت اللي هي الكونتينر ثروبوت لميناء جدة الإسلامي إن شاء الله. قد ايه مستهدف يعني رفع الطاقة الاستيعابية من خلال هذا الخط مهندس سعد؟ طبعا الخط هذا يحمل تشتغل عليه اكثر من سفينة بحمولة 2000 حاوية قياسية، فهي روتيتنج مثل ما ذكرت ان هذه بداية، والبداية دائما تبتدي بخطوات، وان شاء الله نرى المستقبل ارقام اكبر باذن الله ان شاء الله. طيب يعني بما انه عم تسعوا لجذب حصه اكبر للسفن الملاحيه العابره على ساحل البحر الاحمر، قد ايه يعني قد ايه الحصه الحاليه اولا يعني للموانئ السعوديه على ساحل البحر الاحمر، وقد ايه مستهدفين انه ترفعوها من خلال هذه الخطوط؟ طبعا من ناحيه المسافنه لدينا الحصه الاسد في البحر الاحمر، وهي تقريبا 4 مليون حاوية قياسية حسب إحصائيات 2019، وهي تمثل 80%، وطموحنا أكثر من هذا. طموحنا أن نضاعف هذا الرقم بأكثر من 3 أو 4 مرات عشان نصل إلى حصة كبيرة، بالقليل تكون 50% من حصص المسافنة في المنطقة وليس فقط البحر الأحمر. نعم. طيب اليوم يعني بعد هذه الخطة للموانئ والخطوط الملاحية، هل في جديد بعملية التطوير؟ يعني أين سنتجه بعد أزمة كورونا مهندس سعد؟ هل ما تعملون عليه الآن هو مختلف عما سيأتي بعد جائحة كورونا، أم سيكون فقط عملية استكمالية للمشاريع؟ احنا ابتدينا في عملية تطوير خطط التطوير الموانئ في 2019، وقعنا اكبر عقدين لميناء جدة الإسلامي باستثمارات تفوق 9 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ووقعنا اكبر عقد منفرد عن بعد خلال الجائحة في ميناء الدمام، ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، باستثمارات تفوق 7 مليار ريال، وهي من خطط الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية للموانئ والاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الموانئ. الموانئ السعودية تمتلك أكثر من 232 رصيف، والحمد لله بطاقة استيعابية تفوق 615 مليون طن. فخططنا الآن هي كيف نرفع الكفاءة التشغيلية. يوجد لدينا خطط طموحة إن شاء الله بإعادة هيكلة جميع عقودنا إن شاء الله خلال السنتين أو 18 شهر القادم، بحيث تكون مبنية على أفضل المراسات العالمية وتساعد المستثمرين في الموانئ للاستفادة من هذه البنية التحتية، بالإضافة إلى المستفيدين من هذه الموانئ يكون لهم القدرة على الاستفادة من زيادة الكفاءة إن شاء الله. طيب التعافي متى نتوقعه يعني بالنسبة للموانئ على مستوى العالم مهندس سعد؟ هل الإجراءات اللي عم تتخذ يمكن بموانئ معينة مثل المملكة العربية السعودية هي قادرة على مواجهة الأزمة أكثر من موانئ حول العالم بشكل مختلف؟ والحمد لله موانئنا مثل ما ذكرت أخت ميساء قبل أن لم تغلق ولم تتأثر في الجائحة، رغم اتخاذ جميع الاحترازات الصحية في الموانئ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. فمن ناحيتنا احنا لم نرى تراجع حتى نحتاج تعافي، بالعكس سوف نستمر في مرحلة في تطوير الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية أكثر وأكثر، وهذه الطريق احنا ابتديناه ولن نقف حتى نصل إلى أهدافنا. عالميا طبعا الدراسات الموانئ مرتبطة عالميا بالاقتصاد العالمي، ومثل كل التقارير العالمية سوف يحصل تباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الفترة خلال النصف الباقي من 2020، ويمكن يمتد إلى النصف الأول من 2021. في تقارير عالمية كثير تذكر بين 18 و25% تباطؤ في عدد الشحن في عدد الحاويات او الشحن البحري، وان شاء الله لن نرى هذه في موانئنا لان اقتصادنا جاذب والحمد لله، مشاريعنا مستمره،
خططنا الاستفادة من موقعنا على البحر الأحمر مثل ما ذكرتي، استطعنا تشغيل 4 خطوط خلال الجائحة، 3 خطوط منها تربطنا في أفريقيا، وخط يربطنا في جبل علي وشرق آسيا عن طريق ميناء الدمام. فنرى إن شاء الله هذه تعمل أوفست لأي يمكن تباطؤ في استخدام موانئنا المحلية. أما عالميا أتوقع أنه هيكون في تباطؤ حسب التقارير العالمية حوالي بين 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 15 أو 18 إلى 25%. نشكرك مهندس سعد بن عبد العزيز الخلب رئيس هيئة الموانئ السعودية على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك في برنامج بموضوعية لهذا اليوم. بهذه الجولة مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقة بموضوعية، نلقاكم بالأسبوع المقبل وحوار آخر. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة.